منطقة المزار من أشهر بلدات كسيما العريقة على الضفة الجنوبية لوادي سوسة العظيم. نقطة عبور لطالما كانت صلة الوصل بين الشمال والجنوب. دوار قديم وحي جديد. سلسلة وثائقية عن المنطقة تقف على أبرز ما تبقى من معالمها التاريخية التي أبت إلا أن تقاوم عوادي الزمن. تستنطق أحياءها ورجالاتها وأحداثها. تدون الماضي والتاريخ لتنقل الرسالة لجيل الغد. تدون الماضي والتاريخ لتنقل الرسالة لجيل الغد. المزار التعليم العصري، هناك مدرسة واحدة في بداية الاستقلال بدأت مدرسة المزار قسم واحد وهو منزل محمد عمر. أيوة، أبوه للتعليم، فكانت السلطة الفرنسية آنذاك تسيطر عليه وتسيره إلى أن جاء الاستقلال، وتحول ذلك القسم إلى أقسام أخرى كثيرة، وقد كانت هذه الأقسام عبارة عن بناء المفكك. حينما بدأ الناس يبنون المدرسة الجديدة الحالية التي هي النواة الأولى لمدرسة المزار، جاء النائب الإقليمي آنذاك فأطل وأشرف على ورأى تلك الأقسام كيف كانت تبنى، وكان يبنيها عبد الرحمن المعلم، عبد الرحمن المرحوم. بعض الأقسام. إيه، فأتيت أنا بنائب الوزير، فلما رأى المسؤوليات التي تقوم بها جماعة المزار أضاف إليه أقساما أخرى مفككة من البناء المفكك. ثم تبرع الحاج يحيى الله يرحمه بالأرض التي هي أمام المسجد لبناء المدرسة هناك، فعمل الناس على حفر الأحجار، أحجار البناء بواسطة التطوع، فتطوع كل شخص في المزار بتهيئ وإيجاد مترين من الأحجار للمساهمة في بناء تلك الأرض. لما وقعت تفرقة الصفوف آنذاك من خلال ما ترى في المغرب من الوضع السياسي آنذاك من الأحزاب، تشتتت الأحزاب وتشتتت الآراء والأفكار، فتشتتت صفوف الناس هناك، وبدأ فريق الطريقة الدرقاوية، فبنوا سيطروا على بعض الأحجار، فاستغلوا تلك الفوضى التي بين الناس، فأخذوا قسم كبير من الأحجار فبنوا مسجدهم هناك، زاويتهم هناك، والتي بقيت إلى الآن. ثم تحولت الأرض بعد ذلك إلى أرض جماعية مسلمة لوزارة التربية الوطنية التي أصبحت تسير الآن تلك البقاع. فالمزار مشهور ومعروف بفرقه الموسيقية، وعلى رأسها فرقة أعراب المزار، وكان يترأس هذه الحفلة أناس معروفون وعلى رأسهم أيت حميدة، عبد الله الشهمة، وطنجة مبارك، وطنجة وهو الراقص
المعروف المشهور برقصاته التي جاد بها الزمن آنذاك، وهي معروفة وهي ما زالت معروفة إلى الآن، ويتزعمها ويترأسها مبارك وطنجة سليلان الدو الله يرحمه، كان راقصا مشهورا، وكان يساعد آنذاك عبد الله شهمة بكثرة، لأن عبد الله شهمة يمارس نوعا من الرقص، هو رقص صحراوي، ويساعده يسمى عمر المحجوب محمد عمر محمد عمر المحجوب، ويساعده العربي حمد العربي حمد، ويساعده الدحسين الدحسين، و في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان هناك إبراهيم إمزين، هذه الشخصية المعروفة والتي تمتلك صوتا رنانا وغانية بديعة لا يعرفها أحد، فحينما يتسلم المرحوم إبراهيم عمر حينما يتسلم رئاسة الفرقة فإنه لا يتكلم أحد، فهو الذي يتكلم وينصت إليه الناس ويبجلونه ويعظمونه ويحترمون كلامه، نقول إنها ظاهرة عالمية تمتاز بالصوت الحنون وبالرقة وبالكلمات المتواضعة المفيدة الخجولة التي تمتلئ بالحياة وبالطاقة الإبداعية الفنانة التي تعرف بها مدينة قمصان، فهناك آية محمد مثلا يغنون، هناك آية كبار آية كبار كذلك يغنون، وهناك قصف سيد مبارك آية حميدة، وهناك آية ليلو في المزار في الخزان، هناك وهناك 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 طاقة إبداعية خلاقة، المعارف هناك كل قرية وكل فرقة سكنية في المزار كذا تقوم ببعض المعارف، هناك مناسبات تقوم بها، وهذه المناسبات عبارة عن إطعام الطعام لا أقل ولا أكثر صباحا، وفي المساء تفرق تلك المعارف وتلك الجموع، هناك سيدي صالح بالدرجة الأولى، هو مناسبة يشارك فيها كافة الناس آنذاك، يشارك فيها كافة الناس يقوم أولا بالبريح، بالبريح بأن هناك موسم الشيخ فلان كذا سيقام يوم كذا، وعلى الناس أن يقوموا بأداء الواجب المترتب عن هذا الاستهلاك، فيكون هناك شخص يتكلف بجمع هذه التبرعات من الناس، إبراهيم سعد أحمد أحمد محمد خصوصا أحمد هو الذي يعمل على جمع هذه التبرعات من الناس، وهناك كذلك أجبس لهم حينما تجتمع هذه التبرعات فإنها تسلم إلى الشخص المكلف بشراء الأضاحي التي سيضحون بها في يوم الموسم، وفي يوم الموسم فالناس يجتمعون كلهم، وكثيرا ما يكون هذا اليوم يوم الأربعاء أو يوم الخميس، فيذهبون إلى سيدي صالح ويهللون ويكبرون ويصلون هناك صلاة الظهر، ولكن هناك ملاحظة أن هذه الذبيحة يطوفون بها عبر أذارح الشيخ، وهذا شيء فيه ما فيه
ولكن نظرا للظروف التي تمر من البلاد آنذاك، وهي ظروف منعزلة واعتزالية، وليست هناك اتصالات بين الناس لإصدار الأوامر التي تنهى عن هذه العادات التي تسيء مثلا إلى القاعدة الإسلامية التي هي معروفة في البلاد، ولكن الناس لا يؤمنون بهذا، فإنهم يجعلون هدفهم هو إطعام الطعام. حينما تتبع هذه الذبائح يحضرها إمام المسجد خصوصا سيدي محمد، لما مات سيدي محمد كان ولده سيدي عبد الله هو الذي ينوب عنه، وتؤدى أثمنة الضحي حتى يكون هناك فائض، وهذا الفائض لا يبقى هناك بل يتسلمه شخص آخر يقوم بتوظيفه في مسائله الشخصية إلى أن يأتي العام المقبل فينادي عليه الناس فيؤدي ما به من دين، ثم تبدأ العودة من جديد، وهكذا استمرت هذه الحالة. أما توزيع هذه اللحوم فإنها توزع على حسب رؤوس الأفراد المساهمون الذين ساهموا في شراء هذه الأضاحي. حينما يكون هناك مثلا 100 سهم فإن اللحم يوزع على 100 سهم، فينازع على كل شخص فيتسلم نصيبه ويذهب به إلى منزله أو إلى دواره، فيجتمع الناس هناك مرة أخرى ويحيون ليلة تذكارية أو ذكرى، فيعبدون هناك ويصلون إلى أن يصبح الصباح، فيتفرقون ويتوزعون وينتظرون فرصة أخرى أو سنوات أخرى مقبلة. كل دوار فيه عائلة، وهذه العائلة يطلق عليها أيت أيت أيت. مثلا في الخزنت نسمع أيت ليلو، نسمع أيت الجعفي، أيت سهل، نصل إلى قصبة أيت مبارك نجد أيت لمو، أيت عبد الله، أيت المبارك عبد الله، أيت العسري، أيت السعدي، أيت بيسدون هناك، أيت حميدة، أيت حميدة، ثم أيت أم جمد، أيت سالم، أيت المحجوب، أيت الغريب الآن، أيت محمود، هناك أيت محمود المعروفين، أيت بونقة بزاف، أيت علو الحسين، فلسطين كان درس الماكينة يزيد، أيت علو الحسين، أيت بونقة، العائلة كبار، هناك أيت مولك، أيت مولك، أيت بن دياب، أيت صالحي نقول، أيت صالحي، أيت صالحي، أيت بن المدن، أيت المدن تنظم زيدا، لأن غنيت لسنيت المدن الحسين، غنيت دير الحج كل شيء، الحج دير الحج، كري اللحم أنت ما أنت مسكين زغين، كري اللحم أنت مسكين الخزنت.